يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل اخبار النادي الاهلي، فرقه الرياضيه المختلفه وكمان انشطه اللجان. قبل ما نبدا فقره اخبار النادي النهارده، خلوني اهنئ رجال تنس الطاوله الحقيقه بالتتويج ببطوله الانديه العربيه للمره 21 في تاريخهم وللموسم الثالث على التوالي. يعني الحقيقه كان اداء كبير جدا بيليق باسم النادي الاهلي. حابه أهنئهم مرة تانية وضم صوتي صوتكم طبعا يا كريم ويا نهاوند. خلونا دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي، وبداية من الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة هيواجه الجونة في تمام التاسعة مساء في الجولة 33 قبل الأخيرة من بطولة الدوري. وخليني أقول لكم يعني أن بطولة الدوري لسه لم تحسم بعد، بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى، والبداية من كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة عندهم أول مباراة في بطولة كأس الكؤوس، هيواجهوا فريق ريما النيجيري في تمام الثالثة عصرا. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقة أنهم استعدوا كويس جدا للمباراة، كانوا بيتمرنوا على فترتين في المغرب، وكمان كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق كان حريص أنه يعقد محاضرة مع اللاعبين يحدثهم بقى عن بعض الأمور الخططية والفنية استعدادا للمباراة عشان يكونوا جاهزين بشكل مناسب طبعا ويقدروا يفوزوا في المباراة. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الماء. ناشئين كرة الماء 2005 و2006 و2007 النهاردة عندهم مباريات ودية مع السموحة، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. مواليد 2005 و2006 هيكون عندهم مباراة في تمام الثامنة مساء، و2007 هيكون عندهم مباراة في تمام العاشرة مساء. كل ده طبعا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، يعني في حالة من الحماس. طبعا كل الفرق الرياضية عايزة تستعد للسيزن بأقوى شكل ممكن، على أمل أن هم إن شاء الله يحصدوا على جميع البطولات. دي ما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلونا كمان ننقل أخبار أنشطة اللجان ولجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، بتعلن عن إقامة جلسات شهرية بعنوان يلا نساعد بعض. طبعا دي بتخص أولياء أمور من أولادنا من ذوي الهمم. هتكون هتدير الندوة الأستاذة إيرين بدوي أخصائي الصحة النفسية والدعم النفسي بمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس. طبعا الحقيقة هتكون ندوة مثمرة جدا، يعني هيتحدثوا عن التربية بشكل إيجابي وتخطي الصعاب في التعاون مع المجتمع. الندوة زي ما قلت هتكون كل اثنين في الشهر، المرة دي هتكون يوم 30 أغسطس القادم بفرع مدينة نصر، وآخر ميعاد لكل اللي حابين يشتركوا في الندوة هيكون يوم 26/8. يا ريت يتجهوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي. كمان اللجنة العليا للجان طبعا بالتعاون مع الإدارة التنفيذية وتحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج بتعلن عن إقامة بطولة عائلة الأهلي للشطرنج، هتكون من خلال فترة 10 سبتمبر حتى 18 سبتمبر. يعني طبعا هيكون في جوائز للفائزين، أول ثلاث مراكز هيكون ليهم جوائز مادية، وكمان هيكون في ثلاث جوائز أخرى لأفضل ناشئين أقل من 16 عام، وهيكون في جائزة لأفضل سيدة وأفضل رواد فوق 60 سنة. ياريت كل الأعضاء اللي حابين يشتركوا يتجهوا لإدارة العلاقات العامة بالثلاث فروع، أو ممكن أيضا يشتركوا من خلال الرابط أو اللينك المتواجد على الصفحة الرسمية بالنادي الأهلي. خليني بقى أكلمكم أكتر عن مواعيد التصفيات. يعني تصفيات البطولة هتكون يوم 10/9 بفرع الشيخ زايد، يوم السبت 11/9 بفرع مدينة نصر، ويوم الجمعة 17/9 بمقر النادي هنا بالجزيرة. وكمان التصفيات النهائية هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة يوم 18/9. كل الأعضاء اللي حابة تشترك ياريت تسارع وتروح لإدارة العلاقات العامة، يعني بموعد أقصى يوم 31/8. طبعا الحقيقة بتكون حاجة مميزة وبتكون أجواء خاصة جدا. يعني دي أبرز أخبار النادي الأهلي. خلوني كمان زي ما عودنا مشاهدين 10 صبح في الأهلي أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، درجة الحرارة يمكن انخفضت بشكل نسبي يعني هي 30، وفي الحقيقه سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي. يعني دي يا كريم ويا نهواند ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده لكم مره اخرى في الاستوديو. جزيل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هانا ابو القاسم. ودلوقتي يا حضرات الى الصحافه الرياضيه.
شكرا ليكي جدا زميلتنا المتألقة هنا والقاسم.